مزيد من التحليل والتوضيح أيضا حول هذه الزيارة، زيارة الرئيس الجيبوتي إلى مصر. ينضم إلي عبر الهاتف الأستاذ جميل عفيفي، مدير تحرير جريدة الأهرام. أهلا بحضرتك أستاذ جميل. أهلا بحضرتك أستاذ جميل. في هذا الوقت الراهن، ما الذي تمثله هذه الزيارة الهامة لرئيس دولة جيبوتي إلى دولة مصر العربية؟ طبعا هذه الزيارة زيارة هامة جدا في الوقت الحالي. احنا عارفين ان في علاقات ثنائية قوية تربط بين مصر وجيبوتي في العديد من الملفات الواضحة، طبعا كون ان هي دولة افريقية ودولة عربية ايضا ودولة ايضا تطل على البحر الاحمر. عارفين ان هناك العديد من التهديدات تواجه المنطقة بشكل كبير، منها الارهاب العابر للحدود، منها عمليات محاولات القرصنة اللي موجودة في جنوب في القرن الأفريقي وخلافه. كل ده طبعا في الملفات دي هتبقى موجودة على طاولة المفاوضات. أيضا في ملف سد النهضة، ملف العلاقات الثنائية اللي بين جيبوتي ومصر. طبعا احنا عارفين ان مصر ليها توجه كبير منذ ان تولى الرئيس عبد الفتاح السيسي الى القارة الافريقية. هناك العديد من المشروعات تتم داخل القارة الافريقية طبعا برعاية مصرية والشركات المصرية تنفذ العديد من المشروعات. توجه ايضا احنا شفنا لما الرئيس عبد الفتاح السيسي ترأس الاتحاد الافريقي وكان له دور مهم جدا في نقل صوره الواقع الحقيقي داخل القاره الافريقيه على مستوى العالم من خلال قمه بكين افريقيا وروسيا افريقيا واليابان وافريقيا. العديد من دول العالم اصبحت تعلم جيدا ماذا تريد افريقيا من خلال طبعا الصوت المصري اللي قدر ان هو يوصلها. العلاقات المصرية الأفريقية علاقات قوية جدا وتدعمها بشكل قوي طبعا ده في غاية الأهمية في الوقت الحالي نظرا للتهديدات اللي بتواجه المنطقة كلها والتهديدات الأكثر اللي هي تهديدات التنظيمات الإرهابية العابرة للحدود اللي قدرت إن هي تتسلل إلى العديد من الدول الأفريقية لإعادة انتشارها مرة أخرى في بعض الدول تهدد الكثير من التنمية داخل الدول الأفريقية، تهدد أيضا الحياة الإنسانية للمواطنين في كل الدول الأفريقية، وأيضا محاولات التدخل الأجنبية من دول أجنبية تسعى إلى مد نفوذها داخل القارة الأفريقية. أستاذ جميل، بعد زيارة الرئيس عبد الفتاح السيسي في العام الماضي وهي الزيارة التاريخية والزيارة الأولى أيضا لرئيس مصري إلى دولة جيبوتي، كان العنصر الرئيسي والعنصر الأول في هذه المباحثات هو مكافحة الفكر المتطرف، بالإضافة للشراكات الاستراتيجية في كل المجالات في البنية التحتية وما تشتمله من أركان وأهداف. كيف هو السبيل إلى بناء التنمية وبناء جسور التنمية والبناء على ما تقدم من أجل الوصول بشعوب الدولتين أو بشعوب القارة الإفريقية إلى بر الأمان؟ هو طبعا كانت زيارة الرئيس العام الماضي هي زيارة تاريخية زي ما قلت حضرتك، وهي زيارة هامة جدا. طبعا مكافحة الفكر التكفيري والفكر الإرهابي اللي بدأ ينتشر زي ما اتكلمت مع حضرتك في البداية، العناصر الإرهابية العابرة للحدود، كل ده من خلال طبعا الدور كبير للأزهر الشريف المتواجد في كل مكان في القارة الأفريقية وفي أغلب دول العالم، إنه هو يوضح الصورة الحقيقية للإسلام الوسطي المعتدل اللي هو ينبذ العنف وينبذ الإرهاب وينبذ القتل وينبذ كل ما يضر الإنسانية. طبعا على الجانب الآخر هناك التنمية الشاملة، مصر بتقدم كل خبراتها وكل إمكانياتها من أجل الوصول إلى تنمية شاملة داخل الدول الأفريقية وأيضا داخل دولة جيبوتي من خلال المشروعات البنية التحتية، من خلال الاهتمام أو تدريب الكوادر التي تستطيع أنها تنمي وتحقق التنمية داخل الدول دي. إذن شراكة بين مصر وجيبوتي والدعم المصري لجيبوتي أعتقد أنه هو هيكون له دور كبير جدا، وأعتقد أن المباحثات التي تتم بين الرئيس عبد الفتاح السيسي والرئيس الجيبوتي في الوقت الحالي أعتقد أنها سيتم التطرق إلى هذه المجالات وسيتم التطرق إلى التنمية الشاملة داخل جيبوتي والقدرات المصرية اللي هتقدمها مصر إلى جيبوتي من أجل النهضة ومن أجل التنمية الشاملة داخل جيبوتي ومن أجل رفاهية شعب جيبوتي أيضا. نعم
أستاذ جميل، حضرتك أشرت إلى دور هام هو دور الأزهر الشريف في القارة الإفريقية، لكن هناك دوران، دور للأزهر الشريف بكل مؤسساتي في الاستنارة وفي الفكر المستنير وفي صحيح الدين، وهناك أيضا دور للكنيسة المصرية في القارة الإفريقية، والأدوار تتكامل في حث الشعوب على السلام. ما الدور الحقيقي وكيف حقق الأغراض المطلوبة منه من خلال البعثات الإسلامية في القارة الإفريقية من خلال صحيح الدين عن طريق الأزهر الشريف وإيفاده للعلماء والباحثين إلى القارة الإفريقية وتحديدا إلى جيبوتي؟ هو بالطبع دور كبير ودور مهم جدا للأزهر الشريف، وزي ما حضرتك قلت ان الكنيسة المصرية متواجدة في اغلب الدول الأفريقية، لكن الأزهر الشريف هو طبعا بيوصل الدين الوسطي، الدين الذي لا يحط على الإرهاب، لا يحط على العنف، لا يحط على الكراهية في الآخر، دين التسامح. اعتقد ان بعثات الأزهر في الوقت الحالي تعمل بجهد كبير من اجل توصيل هذه الرسالة ومن أجل توصيل الصورة الحقيقية. احنا شفنا محاولة تغلغل عناصر وتنظيمات إرهابية، أصحاب فكر إرهابي متطرف بيقدروا ان هم يكذبوا على العديد من الشباب، مش بيكذبوهم أيضا بالفكر المتطرف، لكن أيضا بيكذبوهم بالأموال، ان هم يدوهم أموال من أجل ان هم يتعاونوا معاهم، وده اللي احنا شايفينه في دور تجنيد التنظيمات الإرهابية المتواجدة. طبعا دور الأزهر دور مهم جدا، دور الأزهر عليه ان هو يوضح الصورة، ان هو يكثف من العمل داخل القارة الأفريقية وداخل جيبوتي، بجانب ايضا هناك يجب ان يكون هناك تنسيق امني واضح بين الدول الأفريقية بعضها ببعض. احنا شفنا مصر كانت ليها الريادة في ان هي تعيد ايضا دول الساحل والصحراء، ومن خلال اجتماعات وزراء دفاع دول الساحل والصحراء وانشاء مركز لمكافحة الإرهاب لدول الساحل والصحراء لمكافحة الإرهاب، وتدريب أيضا الضباط والجنود من أجل مكافحة الإرهاب، طبعا ده في دول الساحل والصحراء. إنما في الوقت الحالي يجب أن يكون تشمل كل دول أفريقيا، يجب أن يكون هناك تنسيق أمني واضح من خلال مظلة الاتحاد الأفريقي من أجل مواجهة الفكر الإرهابي، مواجهة الفكر المتطرف، وأيضا التبادل الأمني وتبادل الخبرات الأمنية في كيفية مواجهة التنظيمات والعناصر الإرهابية اللي قدرت إن هي تتسلل داخل القارة الأفريقية زي ما قلت لحضرتك، لأنها تعمل معسكرات في الدول الأفريقية وتعيد انتشارها مرة أخرى إلى بعض الدول اللي بتسعى لتنفيذ عمليات إرهابية بداخل. طيب أستاذ جميل، يمكن كنا وإحنا بنناقش وبنتابع المناقشات للشباب الإفريقي في مؤتمرات الشباب، مؤتمرات شباب العالم اللي بتقيمها جمهورية مصر العربية، كنا بنتابع وبنشوف إزاي بيعبروا عن ألمهم، إزاي بيعبروا عن طموحاتهم في التوزيع العادل لثروات الدول على أفرادها، وفي التوزيع العادل للتعليم والصحة وما إلى ذلك من بنى تحتية. كيف لهذه الشعوب أن تعبر التعبير الحقيقي بالإضافة لما سبق عن طموحاتها وعن أحلامها، وما هو دور الدولة المصرية في المساهمة ولو بالكلمة في تحقيق بعض من هذه الأحلام والطموحات لشعوب القارة الأفريقية؟ هو أنا زي ما قلت لحضرتك في البداية أن مصر كان ليها دور مهم جدا خلال رئاستها للاتحاد الأفريقي. استطاع الرئيس عبد الفتاح السيسي طبعا أنه يتوجه ويقوم بزيارة أغلب الدول الأفريقية لتقديم المساعدة ليهم، لتقديم الدعم ليهم، لتقديم الخبرات المصرية في كافة المجالات، أن هم يستطيعوا أن هم يعيدوا بناء دولهم مرة أخرى. على الجانب الآخر مصر قدرت أن هي توصل صوت الأفريقي الحقيقي اللي هو بيعاني في الوقت الحالي إلى أغلب دول العالم من خلال زي ما قلت لحضرتك المؤتمرات والندوات التي تمت في أغلب دول العالم عندما ترأست مصر للاتحاد الأفريقي. وأيضا نقل الرئيس عبد الفتاح السيسي الصورة الحقيقية خلال قمة المناخ الأخيرة اللي كانت معمولة في جلاسكو، وعن أفريقيا وأن هي أكثر دولة متضررة من المناخ ومن
من التغيرات المناخية، وأن يجب أن يكون هناك تقديم دعم من الدول الكبرى إلى القارة الأفريقية لمواجهة التغيرات المناخية في القارة الأفريقية. إذا مصر تلعب دور مهم جدا من أجل التنمية الشاملة داخل أفريقيا، مصر تلعب دور مهم جدا من أجل إيصال الصوت الحقيقي للقارة الأفريقية إلى العالم كله، تقدم أيضا بما أنها الدولة الرائدة في القارة الأفريقية في مجال التنمية الشاملة، فأعتقد أن مصر بتقدم خبراتها، وإحنا شفنا في أكثر من دولة مصر الشركات المصرية تقوم بتنفيذ العديد من المشروعات، مثل السد في تنزانيا، مثل توصيل الكهرباء إلى العديد من دول أفريقية، إنشاء الطرق، إنشاء الكباري في الدول الأفريقية، كل ده مصر بتقدم خبراتها في مجال التنمية الشاملة للقارة الأفريقية. كل الشكر والتقدير ضيفي الكريم الأستاذ جميل عفيفي، مدير تحرير جريدة الأهرام، تعليقا على زيارة الرئيس الجيبوتي إلى مصر وفي ضيافة الرئيس عبد الفتاح السيسي. شكرا جزيلا لحضرتك.